السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج عملولنا إيه. اتعودنا إن برنامج عملولنا إيه بيناقش أهم قضايا المجتمع المصري. كان معنا الحلقة اللي فاتت النائبة سلاف درويش واتكلمت عن دور البرلمان فيما يحدث في مصر. النهاردة في شهر مارس بيبقى لينا مناسبات كتيرة جدا في شهر مارس. شهر مارس أول ما نيجي شهر مارس بنفتكر عيد الأم، بنفتكر اليوم العالمي للمرأة، بنفتكر يوم الشهيد. شهر مارس هو شهر المرأة. شهر مارس بنشوف فيه ان المرأة هي المرأة لازم تكرم طوال العام، ولكن في شهر مارس بيبقى ليها خاصية معينة وليها خصوصية ان احنا بنكرم المرأة في عدة مناسبات في شهر مارس. أعزائي المشاهدين، يسعدني في هذه الحلقة ان يكون معايا ضيفتين بقى النهاردة ممتازين جدا، والنهارده يعني هيتكلموا بلسان حال المرأة المصرية. معانا دكتورة رضا السنوسي رئيس مجلس إدارة معهد الشرق الأوسط للتنمية والاستشارات، ومعانا أستاذة هبة فتحي مسؤول كتلة الجيزة ستات وشباب قد التحدي. أهلا بكم. أهلا بحضرتك. كل عام وحضراتكم بخير، منورينا، والشهر مارس هو شهركم انتوا. فانتوا بقى النهارده نيابة عن المرأة المصرية هتكونوا ضيوفي النهاردة عشان نتكلم عن المرأة المصرية بوجه عام وخاص، ونقول إن المرأة المصرية هي مرأة بتبقى قد التحدي. أكيد المرأة المصرية بتقف قدام أي تحدي أو أي معوق بتكون هي قده، وبتقدر تتفوق وبتقدر تتقدم، لأن احنا شايفين المرأة المصرية دلوقتي بقى ليها في البرلمان، ليها في الوزارات، ليها في المحافظات، بقت المرأة المصرية على قدم وساق مع الرجل. رأيكم ايه في الكلام ده؟ وهنبدأ بالدكتورة رضا السنوسي. مساء الخير، بشكر حضرتك جدا على الدعوة الكريمة، وبشكر القرية الجميلة بتاعتنا اللي دايما بتستضيفنا. وكل عام والمرأة المصرية والمرأة في العالم بخير. طبعا هو حتى السيد الرئيس السيسي ربنا يبارك لنا في عمره هو اكتشف هذا، ان المرأة المصرية رائعة وقوية، علشان كده هو لما بيرشحها النهاردة لمناصب وبيعلي البرسنت بتاعتها في المجلس او في اي مكان، لانه حضرته عارف ان هي صالحة للعمل. المرأة المصرية من زمان، من ايام نفرتيتي وكليوباترا، فهي ورثة متوارثة هذه الصفات الجميلة في القوة والعزيمة والحنان والطيبة والرقة. أنا بقول لك كل سنة هي طيبة، بس أنا كنت عايزة أطلب منها حاجة، ينفع ولا نخليها؟ هنخليها في الأسئلة اللي هنتوجهها لك. أستاذة هبة، تقولي إيه للمرأة المصرية في بداية أولاً حديثك؟ أولاً طبعاً أنا بشكر حضرتك أستاذ هاني الإعلامي المتميز على استضافتنا النهاردة. طبعا انا المراه بالنسبه لي هي عشق، مش عشان هي جنس، يعني مش عشان هي جنسي، لا، لان هي تاريخ زي ما قالت استاذتنا. التاريخ بيثبت نفسه، وشهر مارس بالاخص. احنا لما كنا بالنسبه لنا هنا في شهر مارس بيقول لك يوم المراه العالمي، هما سموه كده لان كانوا هما بره السيدات بتلم دولارات وحفنة فلوس على المصابين الحرب وتنمية بلادهم والكلام ده. احنا كنا في الوقت ده بنحرر بلادنا من الاحتلال، وضحينا بارواحنا، وكان اول شهداء لينا على باب السامي الانجليزي اللي هو كان موجود هنا في مصر. سيدات خدوا طلقات رصاص وصدوا زي الرجال بالظبط، ووقعوا في هذه المعركة قدام الأرض في سبيل تحرير بلاده. هنا بنثبت ثبات، يعني احنا بنتكلم كده على التاريخ الحديث. تمام. مش القديم. فالتاريخ الحديث بيقول ان المرأة هي حائط صد من أبد الأبدين لبلادها وولادها وتحريرهم، وهي اللي هتفضل البطن الأم المصرية تنجب النوابغ. تمام. وتنجب العباقرة. تمام. وتنجب أولاد مصر الشجعان اللي هم احنا بنشوفهم في كل ازمه بتحصل داخل مصر وداخل اراضيها. طبعا احنا عندنا كلام كتير قوي ممكن اقعد استرسل فيه، هنروح ليه بس طبعا يعني هنقوله بعد شويه، وهتاخد حقها المراه النهارده ان شاء الله. ده لازم طبعا. استاذه رضا، دكتوره رضا، بقول لحضرتك النهارده، شايفه المراه المصريه واخده حقوقها عما كان من قبل، ولا لسه المرأة المصرية ما خدتش كامل الحقوق اللي تقدر بيها تكون على قدم المساواة
في المشاركة مع الرجل، مش على قدم المساواة مع الرجل، ولكن على قدم المساواة في أن هي تقدر تشارك مع الرجل. طيب بس أنا هطلب توضيح، تشارك مع الرجل في العمل في المهني ولا في الحياة الزوجية؟ في الحياة الزوجية، في الحياة الاجتماعية. هو عمل المرأة مش فرض المفروض، يعني ده حاجة استثنائية، ده تفضل منها، أوكي؟ تمام. فهي بتاخد حقها حاليا طبعا، ومش هنقوم من النوم الصبح ناخد كل حاجه، فالحمد لله بقى ليها مكانها وحقها. لكن انا عشان كده سالت حضرتك السؤال ده في اي مجال، لان هي خلقها الله بالفطره هي ام وزوجه وانثى، هي انثى، حتى انا دايما اقول اودي انثى وحلقات اودي انثى. فلما لا يكلف الله نفسا الا وسعها، صدق الله العظيم، فلما كلفت نفسها فوق وسعها وقام المجتمع بتقبل هذا وبقى يضغط عليها، بدات تنسى ان هي انثى. وده اللي كنت عايزه لحضرتك عنه في اول فقره. احنا كلنا كل المخلوقات اللي في الدنيا بعد الشهر الثالث، ولذلك بيبان نوع الجنين بعد الشهر الثالث. بيامر ربنا سبحانه وتعالى الجنين، بيقول له كون ذكر او انثى. في اللحظه دي بيكون عندنا الاثنين هرمون، بيعلى واحد عن الثاني، الانوثه او الذكور، بامر من الله. فبدل قليل الهرمون الانثوي بقت انثى او الذكوري، بس الهرمون الاخر موجود. تمام. تتولد الست تبتدي تقوم بدور الراجل، او جوزها يسافر ويسيبها تقوم بدور الراجل، او تطلق او تترمى تبقى راجل، والعمل الشاق اللي بتعمله. فتلقائيا يعلى عندها الهرمون الذكوري ده، حتى لو الام نفسها في ولد فبتقول لها يا واد انت، وتقص لها شعرها. او العكس، راجل دلعوه عملوا له قصه، سافر بره فابتدى يطبخ مع صاحباته وزميلاته ويقابل مع الباميه، فبيعلى عنده الهرمون الانثوي. ولو لاحظنا ابتدوا خدوا بالكم هتلاقوا هيبان عنده تضاريس، اللي هو الراجل اللي هو قايم بالدور الانثوي. فعايزه اقول للست عودي انثى. طب انت حبيبتي انا عارفه مسكينه وتعبانه واللود كبير وشايل الهم، لكن لما ما خليتيش بالك انك تبدلي انثى سيسبب لك امراض صحيه خطيره جدا جدا. انا طبعا مش طبيبه متخصصه، لكن ممكن تبقى انا عارفه اسامي الامراض، بس مش من حقي ان انا اقولها. بس اقلها الضغط والكوليسترول، والله ما حفظنا، ممكن توصل الاورام، لان الاورام دي موجوده عندنا اللهم حفظنا، بس هي بتعلو وبتنشط، بتنشط بسبب ان هي هرمون عالي على هرمون، والهرمون الاخر بيتخن عايز انا انثى ارجوكي. اوكي. فهي ما ينفعش تهمل ده، ولازم الراجل يساعدها، لان هو هيدفع الثمن هو كمان. كذلك طبعا الراجل، بس هو مش الحلقه بتاعته، انه يخلي باله انه يبقى راجل برضه، يعني عشان يلا عنده الهرمون الانثى. يعني احنا ادينا النصيحه دلوقتي للانثى، بما انك بتقولي لها عودي انثى. عودي انثى بقدر الطاقه. ازاي بقى؟ يعني سرحي شعرك، حطي كريم، خلي بالك من وزنك، صوتك، اهم حاجه الحنجره. اهم حاجه حنجره انثى. يعني بقول لك ايه، المشيه بقى تمشي النهارده بتعمل كده، انت بتمشي كده ليه؟ وبقول لك ايه، اخويا واختي، لا ما تسمعيش حد يقول لك اخوكي. كل ده فعلا المان بيأثر عليها. مجرد تلبس، مجرد ان هي حطت روج، مجرد ان هي ابتسمت، اتكلمت برقة الحنجرة، بتبتدي تساعد الهرمون. يعني احنا افتقدنا الرئة بتاعت المرأة في الزمن ده، هي افتقدتها. طبعا هنا كمان الراجل، ما هو في اثر برضه عنده، ما هو بيشوف بقى، شايف اللي بتمشي قدامه لابسه البنطلون جينز وزيها زيه. يعني انا مش مع وجهه النظر طبعا. احنا هنروح لحضرتك دلوقتي. لا احنا بنشوف الحاجه دلوقتي، ده اللي بنشوفه دلوقتي، والراجل بيشوف المنظر ده دلوقتي، فبيبتدي يبص يلاقي ان البنت او الانثى دلوقتي زيه، يعني شبهه بالظبط، جنس زيه، بتنزل زيه، بتخبط زيه، بتركب عربيه زيه، فبقت الدنيا دلوقتي في تشابه كبير. انا على فكره مع الدكتوره رضا جدا في الكلام اللي قالته، بس طبعا انا كنت بهزر، بس هنقول ان ده كان اسراف في احتياج المجتمع. الانثى مرت بظروف صعبه داخل المجتمع الشرقي والمجتمع الغربي بصفه عامه. يعني عالميا هي مرت بظروف صعبه الانثى، من اول ان هي طلعت من بوتقه ان هي داخل كيان بيتوتي، ثم خرجت الى الشارع الوظيفي فجاه، وتعرضت لما تعرضت له من العالم الذكوري. انا النهارده لما يكون عندي مجتمع ذكوري بيهاجمني، يبقى لازم اتمثل شبهه، او انا اتحداه. يعني انا ادخل في هذا التحدي اللي احنا بنقول المرأة المصرية قد التحدي. انا النهاردة بالعكس، انا النهاردة كنت جاية اتكلم عن مبادرة جميلة جدا احنا عاملينها، هنتطرق ليها. المبادرة نفسها بتقول يعني كتلة ستات وشباب قد التحدي، ما انا عارفة ان احنا طبعا هنتكلم عنها، بس هي الفكرة في ايه؟
زي ما بندعم بنعمل توعية ثقافية ان او بنعمل تدريب وتثقيف على انك تكوني قد التحدي وتنزلي وتاخدي تمكين للمرأة وتعلي في المناصب وتعملي وكل ده، برضو بنعمل توعية انها تكون مرأة. زي ما قالت الدكتورة رضا، لانها هي في حاجة الى ده داخل لأنها بيتها، لانها تكون زوجة، في حاجة الى ده داخل بيتها فعلا، وفي حالة الى ده الى داخل الهدوء النفسي داخل البيوت. يعني اول ما تدخل من الباب لازم تقلع عباءة انها رجل او عباءة انها كانت بتعمل منهكة خلاص، أو الصفة بتاعتها وهي بره ايه، او الوظيفة بتاعتها ايه بالظبط. خلاص انت دخلتي البيت بقيتي زوجة بقى، زوجة اللي هي بقى ام وزوجة واخت وصاحبة وكاتمة اسرار وكل الحاجات اللي هي ممكن تبقى فيها داخل هذا البيت، عشان حتى هي تحس براحة نفسية. تمام. يعني بتلقائية. انا بس هو اشكر حضرتك طبعا على ان احنا بنكمل بعد. وهي بره برضو مطلوب منها ان حضرتك ما شاء الله عليكي بقت بطريقه الحنجره بتاعتها صعبه بتتكلم الست النهارده، بقول لك يعني ما هو ده بيأثر عليها صحيا وبيأثر على المجتمع كله. يعني هي بره مش مطلوب منها تبقى رقيقه في صوتها، يعني تبقى رقيقه في صوتها كأنثى وتحت بلاش العصبيه. انا حواء من الاحتواء، صحيح احتوي مش في جوزك في البيت انت هتكوني انثى، احنا في منطقه تانية خالص. انا بتكلم بره في الشارع واحنا بنصور الحلقه دلوقتي، بحضرتك شوفي لابسه كويس، بتكلمي كويس، بتقولي من فضلك، مش الحنجره انثى، ملابس الوانات حلوه، ده اللي اقصده. مش علشان كده يعني فكره التوعيه بقى اللي هي احنا بنقول الاحتياج المجتمع الذكوري خلاها في هذا الشكل عشان تدافع عن نفسها ضد العنف، ثم فجأة احنا بنطالبها تاني ترجع لهذا. انا مش بطالبها، انا بطالبها لنفسها. بما انكم بقى انتوا معايا النهارده، يعني انتوا شايفين وبتدافعوا عن المرأة طبعا، يعني طبعا لازم ندافع عن المرأة. طب شايفين ان سبب حالات الطلاق والخلع اللي مالية المحاكم دلوقتي وبقت يعني بكثافة عالية جدا في المحاكم، شايفة السبب مين؟ هو الرجل ولا المرأة؟ المرأة اللي مش عايزة تكون أنثى ولا الرجل اللي مش عايز يحتوي الأنثى؟ المشكله فين يا دكتوره رضا؟ عند الاثنين، مفيش قطر بيمشي غير بقضي بيت. تمام. اوكي. فهي المشكله هي زي ما قالت الدكتور، ضغط عليها جدا من المجتمع والمصروفات والظروف الاقتصاديه، بدات تعمل وتشتغل وما خدتش بالها. عشان كده انا ركزت اشرح لها ان ده هياثر عليها صحيا، صحيا يعني ماديا، يعني مش هتكمل دورها في الحياه وتربي ولادها. تمام. لازم تخلي بالها من ده. تمام. كمان الراجل مش عارف ده، عشان كده مهم جدا احنا ننشر الموضوع انه هيأثر صحيا، فهو بيضغط اكتر. هو مش عارف ان هي كده اللي بتعمله ده التفضل منها ان هي تشتغل بره. هو ليه اكل وشرب وطبيخ وانثى، طبعا هي المفروض تبقى نمبر 1 انثى وبعدين الاكل والطبيخ. هو مش هو كان عنده في بيته امه بتطبخ له وما كانش عنده عيال، فكلها تقول لك انا هتجوز عشان بعرف اطبخ. لا، او بيطبخ امه بتطبخ له، المطاعم موجوده، هو متجوز انثى، فهي نمبر 1 انثى، هو عايز يدخل بيت يلاقي انثى، فدي حاجه مهمه جدا، عايز يعيش مع انثى مش واحد صاحبه بقول لك ايه ما ينفعش هو. فده بيخلي عنده لود، الحياه بقت غاليه وفيها صعاب وهو تعبان بره، وهي اتخرجت تشتغل توعيه. اوكي. فمش مطلوب منه ان هو لما يرجع تدفعه تمن ان هي بتشتغل بره. معلش انا بدافع عنها بس لازم اقول برضو ده بيخدمها وبيساعدها. فهي عندها احساس بدل انا بشتغل بره وتعبانه او مستحملك وانا قاعده في البيت بتشتغل شغلتين، فمن حقي ان انت. وبعدين الافلام التركي مسلسلات التركي بقى، فهو لازم يدخل يضحك ويهزر ويبوسني ويجيب ورده. في حاجه دكتور جون جراي عمل كتاب النساء من الزهره والرجال من المريخ، وشرح الفرق اللي بين احنا مختلفين تماما تماما. مستر هاني، بص على المرايه على شكلك وعلى شكلي، في تضاريس، احنا مختلفين، مختلفين في العقل. المراه لها ذاكره حلزونيه تعمل 15 حاجه مره واحده، عشان كده الرجاله بيتخانقوا معانا دايما، هي ممكن تكون بتقلب الاكل والموبايل في ودنها وبترد على الويد وبتقول له بقول لك ايه اقلب القناه دي، فيقول لها انت بتعملي كله ازاي، او يكون بيكلمها وبتعمل حاجه ثانيه فيقول لها انت مش مهتميه بيا. لا، خلي بالك، هي تقدر تعمل، ربنا خلقها كده. بينما يا ست بقى انت كمان خلي بالك، ما تخلي بالك زي ما بتعملي ده ما تخليه خلي بالك يبقى معاكي. انا هقول لها والله انا باجي انا حقانيه. طيب. انت كمان خلي بالك ان هو ما عندوش هذه الذاكرة، هو ربنا مديله تتبعي. هو في الشغل سيبيه في حاله، لما يعرفش يعمل حاجة واحدة مرة واحدة فتقول لك ما انا بعمل 20 حاجة. حبيبتي ربنا خلقه كده، اقري وعرفي. فهو مش عارف غير يا بيشتغل يا بيسجل حلقة يا دخل البيت، فهو محتاج فترة عشان يفصل بعد ما دخل البيت، وبعدين يقعد يشوف الترابيزات مكانها والكراسي كل حاجة تمام عشان تبتدي تتكلمي معاه. سباب أمني جوه البيت.
استاذه هبه، شايفه ان السوشيال ميديا والفيسبوك والواتساب وكل بقى الحاجات اللي هي خاصه بالانترنت، شايفه دي اثرت على العلاقه الزوجيه بين الزوج والزوجه أكيد. في مجتمعنا المصري اكيد وربت حاجه فظيعه جدا اسميناها احنا في الوقت الحاضر او المعاصر اسميناها الخرس الزوجي. طيب هناخد استاذ عصام عبسيد ونرجع لحضرتك تاني. اتفضل استاذ عصام. استاذ عصام. ايوه ايوه يا فندم، اهلا بحضرتك استاذ عصام. اهلا. الو الو. ايوه يا فندم استاذ عصام. ايوه معاك استاذ عصام. رايك ايه في موضوع الحلقه النهارده، اليوم العالمي للمراه، بتوصف المراه المصريه بايه؟ المجتمع كله. اتفضل. طبعا احنا بنشكر قناه الصحه والجمال على استضافه احدى مرأة كتلة الستات وشباب نادي التحدي. وطبعا اتكلمنا في اليوم العالمي للمرأة النهاردة، فطبعا بنشكر المرأة اللي احنا بنقول دايما بنقول عليها انها 90% من المجتمع المصري، وده شيء طبيعي يعني. تمام، يعني شايف المرأة قايمة بدورها في المجتمع المصري؟ والله الحمد لله، يعني الفترة اللي فاتت دي فعلا تمام. المرة عندنا بقت وزيرة، بقت عندنا دخل في السياسة، بقت عندنا في كل مكان النهاردة، واحد في البرلمان النهاردة بقى عدد تقريبا 80 امرأة في البرلمان المصري. تمام. فده ده اللي يدل على فعلا ان المرأة بدأت تقوم بدورها. تمام. بالإضافة بقى للأعمال الأخرى يعني المجرية وغيرها يعني. تمام. تقول إيه للمرأة المصرية عموما في عيدها بقى في شهر مارس عموما، إيه الكلمة اللي توجهها لها؟ كل سنة وهي طيبة، وكل أم مصرية طيبة، والمرأة المصرية والمرأة العربية عموما بكل خير. شكرا ليك يا أستاذ عصام، نورتنا باتصالك، وإن شاء الله نبقى على اتصال دائم مع حضرتك بإذن الله. أستاذة ناهد. مساء الخير. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، أنا معك ناهد وشاهي مسؤولة الكتلة في أنا ومحافظة أنا. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك، أنا بمسي على ضيوفك الكرام الأستاذة هبة والأستاذة حضرتك دكتورة رضا. أنا بقول أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيبة يا فندم. والمرأة المصرية. أستاذة ناهد هسألك بس سؤال صغير كده، المرأة في أنا أخبارها إيه؟ لا المرة فينا ما شاء الله عليها، يعني فعلا احنا ماشيين في الطريق الصح. صحيح. واحنا السيد الرئيس ادانا فرص كتيره للمراه الصعيديه كمان بالاخص. تمام تمام. واحنا فعلا ماشيين في الطريق الصح. تمام صحيح. وان شاء الله باذن الله هنكمل المسيره باذن الله ان شاء الله. طبعا بمساعدتكم ومساعده الاخرين، واحنا معانا النائبه ميس عطوة عامله لنا شغل هايل، واحنا بنشكرها. اكيد فرصه ان انا بشكرها على الهواء، لان فعلا هي الكتله في ان شاء الله باذن الله هتعمل شغل برده هايل ان شاء الله باذن الله. ومعانا طبعا شباب ان شاء الله برده رجاله. استاذه ناهد سؤال بس اخر سؤال، النظره اختلفت للمراه في انا؟ كتير. تمام تمام يعني. لا كتير اتغيرت النظره في انا، وبعدين احنا الانا مش زي يعني ما بيصورها المسلسلات. احنا عندنا ستات يعني زي ما بيقولوا 100 راجل. تمام تمام. مش زي ما بيصورها المسلسلات. هي المراه المصريه عموما ب 100 راجل جداً. يعني في جميع المحافظات ب 100 راجل. شكرا لحضرتك يا استاذه ناهد، شكرا لحضرتك. استاذه هبه، المراه المصريه ب 100 راجل وب 1000 راجل في بعض الاوقات يعني. حقيقي. وبتلاقيها يعني في بعض المواقف بتقف تسد زي اي راجل. حقيقي. بيبقى ليها كلمه وليها موقف وليها تحدي زي ما بنقول. حقيقي. هروح لحضرتك في كتله قد التحدي. ليه سميته الكتله قد التحدي؟ ليه المراه قلت لها اللي هي داخله في تحدي، ليه اخترتوا الاسم ده بالذات ان هي قد التحدي واللي هي داخله في تحدي؟ ليه ما قلتوش مثلا المراه قد اي حاجه تانية؟ لكن ليه تحدي؟ ليه خدتوا الموقف بتحدي؟ هل تحدي للرجل ولا تحدي للمواقف اللي هي بتوصل لها؟ لا هو كان المينينج مش كده خالص. تمام. على فكره تمام. تمام. هو طبعا لما جم النائبه ميسة عطوة والهيئه العليا للكتله، وطبعا انا برفع لهم القبعه وشابوه، لان هي كانت جمعيه الاصدقاء المتحدين. هي كانت جمعيه مشهره تحت اشراف التضامن الاجتماعي، وفجاه طبعا بما ان احنا داخلين كنا عام المراه 2017، ففضلوا ان هم يحاولوا ان هم يظبطوا فكره يعني ايه كتله السيدات.
الاول. عايزين نعمل كتلة سيدات، عايزين نعمل نوع من انواع التوعية، عايزين نعمل نوع من انواع التنمية، عايزين نعمل نوع من انواع العمل الجاد داخل الشارع المصري والخدمي فقط لا غير. ما لناش دعوة باي سياسة ولا اي احزاب ولا اي كلام بيتقال، غير ان احنا ننمي الوعي لدى هذه المرأة من اول بحري لابلي على مدى كل المحافظات. فجت النائبة طبعا ميسة عطوة اللي احنا هي امنا كلنا، انا مسميها ام المصريين، ما هي رائدة العمل العام وام المصريين وامنا ويعني وكيل اول لجنة القوى العاملة بالبرلمان ورئيس هيئة السياسات. يعني هي مجموعة حاجات تخليك تقول ان هي قوية. ففكرة ان طبعا جم عملوا الهيئة العليا الفكرة ديت ان هم هيخلوها كتلة السيدات، ثم فوجئنا ان بعض الرجال المحترمين جدا بفكر راقي جدا يشتركون معنا في هذا التنظيم او معها يعني تمام، مع الاستاذه سناء زايد طبعا كان من ضمنهم الاستاذ عصام عبد السيد نائب رئيس الكتله اللي هو رجل. طب هناخد الاستاذه ميسة عطوة ونرجع لحضرتك تاني. اتفضل. سيده النائبه ميسة عطوة ام المصريين، اهلا بيكي. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الله يخليك يا ست الكل. الله يخليك. كنا مستنيين حضرتك ان شاء الله تبقي ضيفتنا، واهلا بحضرتك منوره الدنيا كلها. استاذه ميسة بقى عايزك تكلميني عن كتله قد التحدي، وليه اخترتي قد التحدي؟ في الحقيقه انا كنت ماسكه سكرتاريه المراه اتحاد نقابات عمال مصر، وكانوا دايما مسمينا كتيبه قد التحدي. تمام. فالاسم صعب عليا ان انا امشي واسيبه، قلت اخده معايا بقى معايا. فقررنا الحمد لله ان احنا نعمل كتلة ستات وشباب قد التحدي، وفيها اطفال كمان يعني مش حقيقة. شباب. تمام تمام. الحقيقة الكتلة دي منذ ولادتها فترة بسيطة وهم شغالين على ارض الواقع بصورة مشرفة لمصر. هدفنا خدمي توعوي، يعني عايزين نساعد بلدنا من خلال شبابنا وولادنا. بنتحرك ونروح لهم وهم بيقولنا. لا تتخيل الناس الحمد لله عندها قبول لفكرة الكتلة قد إيه. إحنا ما بننافسش أي حزب ولا أي شخصية عامة، إحنا بنساعد إيد بإيد مع بلدنا. عمل خدمي. تكافلي. الحمد لله. تمام. عملنا توعية للمرأة اللي داخلة مقبلة على الجواز هي وخطيبها. عملنا توعية لشبابنا. عملنا الأطفال نشاط كويس الحمد لله. قريب جدا هندعيك تحضر احتفالية كبيرة إن شاء الله بعيد الأم إن شاء الله. النهاردة كتلة ستات وشباب قد التحدي كانت مشاركة مع مجلة حوا برئاسة الأستاذة سمر الدسوقي في تجهيز عرايس الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. والحقيقة الدكتورة صبورة السيد هي صاحبة الفضل عند ربنا في إن إحنا نقوم بالعمل ده باسم الكتلة وإحنا معاها. جميل. استاذه ميسة المراه المعيله ليها دور معاكم ولا لا؟ طبعا المراه المعيله ان شاء الله في شركاء انضموا لينا ناويين يعملوا مشروعات متناهيه الصغر. تمام. للمراه المعيله وتدريبها على حرفه. تمام. عندنا الدكتوره منال انضمت لينا، عندها تدريب يعني لحرفه للمراه او الشباب. اي حد مقبل على ان هو عايز يشتغل ومش لاقي عمل، مش هنستنى ان هو يقعد وظيفه تجيله، لا هنعلمه حرفه. في الدكتور سيد عنده مشروع كويس جدا لفتيات برضه انضم لينا. في الحاج سيد عنده شراكه كويسه جدا، يعني في ابتدت في جذب بقى من جميع طوائف المجتمع. الحمد لله. تمام تمام. ان شاء الله دكتوره رضا السنوسي هتكون معاكم في الكتله باذن الله. نورنا. ان شاء الله تنور الدنيا. وانت بقى تشرفينا قريب يا استاذه ميسة ان شاء الله عشان تتكلمي عن الكتله بقى بوجه عام. ان شاء الله. انت معاك الاستاذه هبه طبعا. ازيك يا ماما؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الف سلامه عليكي. بصراحه متحركه هي وفريق العمل معاها في كتله الجيزه. تمام. ما بتهداش بالحقيقه يعني. ربنا يخليكي لينا يا ماما. والله ده من الحب بس. امبارح يا
يا استاذ هاني كرمت اسر الشهداء في يوم الشهيد. تمام. يوم الشهيد. تمام. لا عاملين حراك حلو الحمد لله. الحمد لله. واحلى حاجه فيها انه عمل جماعي ان شاء الله. حقيقة. وعمل خدمي وعمل يعني بتخدمي كل القطاعات في مصر. حقيقة. في جميع المحافظات ان شاء الله يعني يتم المشروع على خير ويبقى يعني يعم مصر كلها إن شاء الله. وان شاء الله تبقي معانا قريب ان شاء الله عشان تتكلمي على الموضوع وعلى الكتله بكل اريحيه. والف سلام على حضرتك. شكرا ليك يا استاذ. شكرا ليك يا فندم. استاذه ميسه طبعا هي خلاص هي بقى قد التحدي بس عشان اكون هي مش داخله تحدي. لا 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 قد التحدي يعني هي قويه قويه يعني هي تقدر تدخل المجالات بجميع اشكالها وانواعها. تمام. هي تقدر تنزل الشارع، هي تقدر تكون في منصب سياسي، هي تقدر تكون كاتبه، هي تقدر تكون شرطيه، هي تقدر تكون طبيبه، هي تقدر تكون راهبه او واعظه، هي تقدر تكون كل شيء. كل شيء. تمام. فهي فكره التحدي في ان انا اقدر ادخل المجال واقدر ان انا اتحدى فيه ان انا اكون على قدر مسؤوليته. تمام. فهي زي ما ماما ميسة قالت ان احنا النهاردة داخلين بدور توعوي. تمام. لان احنا لاحظنا ان الشارع المصري ابتدى انت عارف بقى الكتائب الالكترونية. أيوة. وعارف بقى حالة الصخب وحالة النقم واكلة العيش والكلام ده كله. لا يا جماعة زي ما قالت الدكتورة منال مثلا عندنا النهاردة هتعلم. انا كنت عايزة اقول قدام ماما عشان بس تقول لكم يعني ايه حرفة. الحرفة ان هي هتعلمهم زي يصلحوا تلاجة. تمام. ازاي الست تصلح تلفزيون. تمام. ازاي ان هي مش بس بقى تعمل عقاد وبرده ده حاجات يدويه. هاند ميد وكده. لا لا هنعلمها ميكانيكا. هنعلمها سباكه. سباكه الحاجات اللي في البيت ممكن هي تشتغلها. لا وممكن تفتح محل ان تمام. هي تصلح تلفزيونات تعمل تمام. سباكه تصلح ثلاجات. هيجي لها شغل كتير قوي. هيجي لها شغل كتير طبعا بالتوابير. فطبعا هي دي الفكره بالذات للمراه المعيله بقى اللي انت بتتكلم عليها اللي هي بقى نزلت الشارع وقعدت وممكن تكون أرملة ممكن تكون مطلقة ممكن تكون جوزها سافر متعرفش عنه حاجة ممكن تكون مع أبوها وأمها بتصرف عليهم وحتى وزوجها لو هو مريض. فبالتالي هي بتحتاج إن هي يكون عندها حرفة. بس في نقطة حضرتك بنشوفها أكيد كلنا بنشوفها في الشارع وهي بنلاقي بعض النساء قاعدة في الشارع اللي قاعدة مش قادرة تقوم بتبيع مناديل يعني مش تلاقي حاجة تعملها. المنظر ده بيبقى مؤثر جدا يعني أحنا. للكل وبتبقى فعلا باين عليها اللي هي تعبانة مش قادرة تتحرك بالزبط. ورغم كده نازلة في الشارع. دورنا احنا بقى كمجتمع مدني ايه اللي ممكن نقدمه للناس دول يعني ايه اللي ممكن احنا ككتلة ان شاء الله انتوا ككتلة بالزبط. مش هتفكروا ان انتوا تساعدوا الناس دول يعني نساعد الناس دول اللي احنا نشوف لهم عمل إذا كان نقويهم في مكان لو ما لهمش مكان نبتدي نشوف حاجة تساعد النساء دول وخاصة إن هما نساء يعني تلاقي ابنها سايبها أو مثلا في مشاكل عندها ونزلت الشارع ملهاش مكان تقعد فيه في عز البرد في عز الناس قاعدة في بيوتها بيتدفوا تبص تلاقي قاعدة في الشارع مرصرصة من البرد. منظر بيبقى صعب جدا على أي حد يشوفه. نعمل إيه عشان الناس دي نقدر نساعدها؟ هو لأول مرة في تاريخ مصر يعني عشان تبقى تعرف حضرتك يوجد الآن خط ساخن للتضامن الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي في إنها أماكن الإيواء. تمام. والأمر بكده الرئيس اللي هو عربيات بتنزل دلوقتي لو أنت اتصلت بتقول في حالة إيواء فبياخدهم في أماكن محترمة إن هم يقدروا يعيشوا فيها. ده على تمام. هامش طبعا الكتلة. تمام. اما بالنسبه لنا احنا هنحاول يعني احنا اتكلمنا في الموضوع ده مع الهيئه العليا ماما ميسه والاستاذه صبوره والده فاحنا قلنا ان احنا هنعمل خطين. خط التثقيف ان احنا نقدر هل هي عندها قابليه العقل ان هي تستوعبنا ان احنا نقول لها لا اشتغلي لا اقعدي في بيتك لا لازم النظافه لازم تعرفي ان ده واجب عليكي لازم برنامج توعوي ليها عشان تقدر ان هي تغير لها هل هي بالظبط هل هي يبقى عندها هذه التوعيه هتقدر تستقبلنا في سن معين ما انت عارفه ان احنا التعليم في سن معين لا انا ممكن اقوم بالدور ده انا عملت الدور ده كتير فاحنا بندرب بنات يعني ادرب من كل محافظه عدد من الفتيات يقوموا بالدور ده معاهم بالظبط. تمام. والجزء الثاني تمام. ان لو هي عندها منهج الصحه وتقدر وتقف على رجليها والكلام ده كله ان احنا زي ما قلنا هنعلمها مهنه. تمام. تمام. الفكره بقى ان احنا ننزل الشارع هي دي بقى كانت فكره وشباب
انا قلت لك فكره ستات، فدخلنا على فكره وشباب. طبعا زي ما قلت لحضرتك لقينا ان بعض الرجال المحترمين اثاروا ان هم لازم يدخلوا معانا، وان لا احنا معاكم واحنا بنتكاتف واحنا هنبقى رمز من رموز هذه الكتله. ففوجئنا ان احنا لازم الجزئين اللي احنا بنسعى اليهم بقى دلوقتي في المجتمع المصري، المراه والشباب، البوتقه اللي هترفع مصر الايام القادمه، اللي هي عندها حيويه وعزم وقوه ان هي تساعد الرجل بقى. يعني انا يعني انت النهارده عندك مراه وعندك شباب، احنا عندنا نسبه الشباب عليت، يعني عندنا 60% من المجتمع شباب. تمام، والشباب سن الشباب بيتحسب من العشرينات لحد حاجه و40 او حاجه و50. الشباب داخل فيه الشابات والشباب، الذكور والاناث. الذكور والاناث بالظبط كده، تجمع الشقين. فبالتالي انت لما بتحط فيهم كل علمك وخبرتك وثقافتك وتديهم منهجيه عمل وتديهم حب للعمل العام دون فكره تحزب او فكره سياسيه او كده، مجرد حب للعمل، العمل التطوعي، تمام، هنا بيلاقي له شغله وبيحس ان هو ما بقاش عنده بطاله كمان. يعني هو هنا بيحس ان هو ما بقاش عنده بطاله، لا بيبتدي ينزل ويتفتح ويشارك معاك في فعاليات ويقول لك انا لا 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 انا اللي هجيب فلان الفلاني، انا اللي هروح اعمل لك كذا، طب قولي لي حضرتك وانا هروح اتصرف اعمل كذا. تمام، بيبتدي يحتك بالمجتمع هنا بقى، بيبقى بتولدي بقى في روح طاقة المشاركه بقى والمشاركه، الطاقه الايجابيه ازاي. لانه للاسف احنا عملنا مشكله كبيره الفتره في التربيه، الفتره اللي فاتت اللي ربى فيها التلفزيون والنت، فطلع جيل من الشباب فئه كبيره جدا عديم يتحمل المسؤوليه. احنا عايزين، وبعدين عندهم حرام مشكله تانية جدا لازم نعذرهم، عشان ما عندوش قدوه يا هاني بيه، ما عندوش قدوه، لازم ارجع له قدوه. فلما يشوف حضرتك وميسه هانم ويشوف شباب زيه وهم ليهم، هو محتاج قدوه، يعني ليهم فعل ايجابي بنفس الشباب، محتاجين قدوه. فهنا لما يشوف القدوه دي فهو يمكن مفتقدها في البيت او في المدرسه، فهو القدوه للولاد. لو لقوا قدوه، انا بقول ولاد لان مولادي، لو لقوا قدوه، هو محتاجين قدوه، نحن نفتقد للقدوه جدا في مصر. فهو لما يلاقي قدوه مع عمل، هو عنده طاقه، هو عنده انرجي عايز يطلعه، ففي قدوه قدامه مع طاقه مع عمل انساني. طبعا ما هو جمعيات الكبيره رساله وغيرها. احنا عندنا الدكتور محمود الديب مسؤول في الكتله عن التثقيف والتدريب، عمل تحتيه طبعا في ناس افاضل كتير. عملنا اكتر من ندوه عن الارشاد الاسري، جميل، العنف ضد المراه، عن الافلام الثقافيه اللي جايه من بره بتدينا عادات غربيه غير محتمله، عن فكره الفيسبوك وتداوله والسوشيال ميديا، وازاي ان احنا نعمل عمليه تقطع في 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 الاعاد قدامه، وازاي ان احنا نعمل عمليه، لانه بيبقى ادمان بعد فتره عند الشباب، ده عند الشباب وعند الازواج وعند الستات والرجاله، هو ادمان للمجتمع كله على فكره. بالظبط، بس انت يعني هنقول ان الشباب بقت حاله ادمان مستعصيه طبعا. يعني اللي هم قاعدين 24 ساعه. للاسف حضرتك انا زعلانه من السيدات جدا، ونسبه كبيره جدا بقت النهارده سايبه اولادها. ليه زعلانه من السيدات؟ طب هاخد صبري وارجع لحضرتك. اتفضل صبري. مساء الخير يا استاذ. مساء النور يا فندم. بالنسبه لحضرتك وضيوف الكرام، اهلا وسهلا استاذ صبري. السيدات الفضليات الموقرات المهذبات، حضرتك الافضل يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ هاني. اهلا بحضرتك. طبعا في اليوم العالمي للمراه احنا بنقول كل سنه وكل سيدات العالم كله بخير. طبعا المرأة دي يا أستاذ هاني الأم والبنت والزوجة وكل حاجة في الدنيا، وزي ما بيقولوا المرأة نص المجتمع. أستاذ صبري، أستاذ صبري أنت منين؟ أنت منين يا أستاذ صبري؟ أنا من دفرنس الدقهلية يا أستاذ. طب المرأة في الدقهلية أخبارها إيه؟ المرأة في الدقهلية هي تعتبر تاج رأس الرجل. تمام، بسم الله ما شاء الله، تمام، الله عليك. هي تاج رأس الرجل، وهي النور عينينا يا أستاذ هاني. المدام قاعدة جنبك أكيد دلوقتي. ولو مش قاعده بتتفرج هتسمع بقى. لكن هم هو كل سنه وسيدات العالم كلهم بخير حضرتك. طيب، ومن خلال منبرك يا استاذ هاني، اتفضل، ارجوك يعني وتنورنا وتكون نجم مضيف معانا. بنعمل حزب دلوقتي رفقا بالرجل. رفقا بالرجل، تمام. تمام، حضرتك تنورنا وتشرفنا ان شاء الله. للاسف ان شاء الله ما عندناش نواب برلمان زي الاستاذه ميسه عطوه، ولكن احنا دلوقتي جاري البحث يعني عن نائب نشيط. وان شاء الله
ان شاء الله اما اشوف هيتحدونا. لا ان شاء الله خير يا استاذ صبري. بمناسبه معلش يا استاذ صبري، طب هقول له على حاجه. شكرا لحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. طب ممكن يسمع هو بقى الرساله مني دي. هو بيقول لك احنا نبحث الان عن اسيب رقمك بس في الكنترول يا استاذ صبري بعد اذنك. خلاص هو اسمعني. يقول لك احنا نبحث الان عن نائب نشيط. عن نائب نشيط. فاقول له طب ليه؟ الدستور بيقول لك هيخلينا 25%. ابحث عن نائبه نشيطه. يبحث عن نائبه نشيطه؟ لا ما انت خلاص. هو بيقول لك احنا ما عندناش زي النائبه ميسه. ما ما هيجيب بقى وعايز يجيب راجل. احنا عايزين فبرا. بقول له عشان كده بمناسبه اليوم العالمي للمراه. هو ان شاء الله يعني هو اتكلم عن المراه كويس جدا واشاد بالمراه. طبعا المدام قاعده جنبه عشان فلازم يشيد بالمراه. واخد بال حضرتك؟ لا طبعا هم رجال افاضل الصراحه. في رجال طبعا موجودين بيشيدوا. طيب في عجاله كده قدامنا دقيقتين، دكتوره رضا عايزك تدي نصيحه للمراه المصريه، الزوجه المصريه، تقول لها ايه؟ اودي انثى. بصي جابت من الاخر يعني. اودي انثى. شفتي انا بقول لك قدام راجل. انا عندي محاضرات لو دخلوا على اليوتيوب وكتبوا دكتور رضا السنوسي في الجامعات. تمام. بقول لها نفس الكلام، والولاد بيسقفوا صبيان بقعدهم في جنب والبنات. يعني انت بتقولي عودي انثى، يعني معنى كده ان المراه لسه ما رجعتش انثى بقى، ولا عشان كده الراجل بيروح يتجوز تاني؟ هو مش عايز طباخه، هو عايز انثى. فنمبر 1 انثى. تقولي انثى، صوتك انثى، شكلك انثى، لبسك انثى. تمام. وبعدين تقولي له هو خليه السيد، وفي الاخر هتعملي اللي انت عايزاه عشان توصلي ان انت تبقي يعني تضحك عليه. هي وبعدين مش هيجي غير بكده. لكن اوعي تفكري بالصوت العالي ولا بالعنف. الحاجة التانية اللي عايزة أقولها عليها الموبايل والنت. ارحمي جوزك وولادك. ارحمي جوزك وولادك. نسبة كبيرة جدا من السيدات أنا بحبها، فعشان كده بدافع عنها. إنما برضو أنا عندي سيد تاني بنصحها، ده له حب برضو. خلي بالكم خلي بالكم، لأنه فعلا ابتدى النهاردة النت بياخد من حياتك. يعني لما يجي الزوج البيت لازم تقفل النت والموبايل. دي نصيحة. وترجع عودي أنثى. وولادها رامية كل واحد قدام الكمبيوتر وقاعدة هي ماسكة الموبايل. انت النهارده كده ستات هتزعل منك. لا ما هي مش هتزعل يا حره، بس في ستات ممكن تستجيب. ولو ما استجبتش انا قلت كلمه حق، لان ده لازم ضروري. تمام. النهارده لما ولادك يبقوا قدام الكمبيوتر وحضرتك ماسكه الموبايل والراجل داخل من الباب ده ما حدش سائل فيه. طيب. والولاد بيربيهم الموبايل والناس. كلمه اخيره للمراه. كل سنه وانت طيبه، واحنا ككتله ستات وشباب قد التحدي على مستوى الجمهوريه بقياده النائبه ميسة عطوه. بنقول لك احنا مرحبين بيكي، وبنقول لك خليكي قد التحدي. الايام الجايه ايامك، هتعملي تمكين ليكي. هتبقي في المحليات، هتبقي في الـ في الـ في الـ في المناصب، هتبقي على مدار في التعليم، هتبقي في كل مكان في مصر. انت اللي هتشيلي بلدك الايام الجايه، انت اللي هتعملي الحائط السد الحقيقي والمستقبل والجيل القادم، لان الجيل المستقبل الجاي هو جيلنا اللي احنا بنأمل فيه ان يكون على رقي عالي من الفكر والثقافه والتوعيه اللي احنا بنسعى لها دلوقتي. انا بشكر حضرتك استاذه رضا. اتفضلي. برضه هطلب من الراجل اختم بكده عشان ترجع انثى. ما هي محتاجاك انت برضه، الكلمه الحلوه بقى والطبطبه والشعرك حلو يا حبيبتي اللي كنت بتعمله ايام الخطوبه. الله يخليك. والاخ عامل اختك كده، والاب خد بنتك في حضنك وطبطب عليها، لان احتياج المراه الاول زي ما هو احتياجه الاول انثى، هي احتياجها الاول الاهتمام والحنان والرقه. ادي لها ده هترجع لها. ايوه قول لها عليه تاكل لك فاطمه. ايوه بالظبط كده. بشكر حضرتك دكتوره رضا. انا بشكر حضرتك استاذه هبه. ميرسي ذوقك حضرتك. كنتوا ضيوف غاليين عليا النهارده واسعدتوني واتكلمنا عن المراه. وانا كمان هقول للمراه معاكم عودي انثى زي ما قالت الدكتوره رضا، عشان تلاقي الرجل معاكي. لو ما رجعتيش انثى مش هتلاقيه، هيروح يشوف غيرك. فخلي بالك من الحته دي. اعزائي المشاهدين، في نهايه هذه الحلقه انا بشكر ضيفتي دكتوره رضا السنوسي، وبشكر استاذه هبه فتحي مسؤول كتله الجيزه شباب قد التحدي، وبشكر النائبه ميسة عطوه على مداخلتها معانا وكل اللي شاركونا في المداخلات. اعزائي المشاهدين، عايزين المراه المصريه في شهر مارس وفي جميع السنه تكون مراه مصريه قد التحدي، تكون انثى زي ما قالت استاذه رضا، وقد التحدي زي ما قالت استاذه هبه. في نهاية هذه الحلقة أنا بشكركم، خليكم معانا ما تمشوش. معانا المركز البريطاني المصري لعلاج الأورام دكتور أحمد حسن، خليكم معانا. شوفوا المركز يا جماعة بيعالج حالات كبيرة جدا، وإن شاء الله هيبقى ليه دور كبير جدا في كتلة قد التحدي إن شاء الله المركز مع دكتور أحمد حسن، من خلال إن هو هيروح يعمل توعية للنساء هناك لعلاج الأورام وأمراض الثدي والكلام ده كله.
هيبقى معانا وهنعمل حاجات جميله جدا للمراه المصريه وللمجتمع المصري. اوعوا تسيبونا واوعوا تروحوا في اي حته وخليكم مع قناه الصحه والجمال واتفرجوا على برنامج عملوا لنا ايه كل يوم حد الساعه 8:30. كان معكم هاني الفرماوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.